هذه قناصة هم طبعا في منطقة الزوابي، هم طالعين ضربناهم لقينا عندهم هذه قناصة. طبعا هي فني فن التخيرة، فيها نظام قاذف رمانة، نظام رمانة هذه يقولوا لها. لا اوكي اخويا لا بالعربي 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 اوكي. وتشتغل قناص وتشتغل تشتغل قاذف رمانات. مكتوب عليها الميليشيا. هذه عدسة القاذف طبعا. مكتوب عليها الميليشيا 32 معسكر. وين هذه؟ وهذه عدسة القناصة. قناصة. مكتوب عليها ميليشيا شنو؟ 32 معسكر. لواء 32. برما برما برما. حولك بيضي شوية. نزل شوية. اي نعم اوكي انا وخر شويه استنى وخر شويه الله اكبر الله اكبر الله اكبر في الهواء بعيد في الهواء في الهواء روح هذا بالضروره بالروح بالضروره العلم الاخضر خلاص البني الكينين عليه هذه ولدينا ان شاء الله لك ما خشناش لا طيب القذافي طبعا كان نايم من مده 8 ايام في المبنى هذا والمبنى لقيت الاثنين هذا ضربناه عند 106 ضربناه خليه يتراجع الطريق الرئيسي مسافه ممكن نص كيلومتر لورا وجابوا الات ثقيله وحفروا على الطريق وعملوا سد ليهم هم باش احنا ما عادش نقدر نحاول نخشوا من هنا جانب الجزيره بالضبط فهم قاعدين متحصنين على الطريق الدائري الطريق الرئيسي اللي يرفع لوسط المدينه عند السمافر الان على نقطه فوق في مصر هذه متصلين في الشارع احنا في هذا نحاول المقاومه بتاعتنا من الجنب من جنبهم نباغت فيهم مباغت وان شاء الله ربي مقدور عليهم بعون الله وقاعدين شويه مناوشه من هنا ومناوشه من هنا من جميع الاماكن من جميع الاماكن ان شاء الله طريق المطار مركز الاعلامي لثوره 19 فبراير